مطلقة ولا قاعدة بالبيت 13 سنة ما اشتغلت. بس انت تقدرين تعتمدين على نفسك، تحملين مصاريفك. كوزين انا عايشة بعالمين منفصلين، عالم يخصني وعالم يخص اهلي. تعودت اني ابتكر على نفسي. اي منور، انا عشان كذي جايتك، مو تقولين ان عندك بزنس؟ عندي. انا اشتغل في بورصه الكويت. هذا مكتبك. والله صراحه انا لي الشرف اني اكون معاكم. ان شاء الله باقوى فريق بالبورصه. هذا مكان الشاي والقهوه، لا تخلين ربعنا عطاشك. شاي؟ عيل انت شنو عبالك جايه تسوين؟ تعقدين صفقات مع شركات؟ ملت، هذا الحريم عندنا. أنا ما أشوف إن في بنات غيرنا هنا. شو البشر اللي أعصابك؟ يا أهلا يا أم. ليش رايك نساعد بعض؟ مو أحسن؟ اتفقنا. كذي إحنا سوينا خطوتين. شو يصير ساعتها؟ نربح من ورا خسارتها. في عملية تداول البنك بيشتغل عليها، وأعتقد إنه يبون نكذب. بس هذا موقف صعب. انت محتاجه الى شجاعه علشان تعززين موقفك. انا ادري ان الشغل مهم، بس العائله اهم. 500 سهم وبايت لك. واخذ 1200. ابشر ان شاء الله تسافين. 5500 سهم. انت شايفني واقفه هني من زمان. انا ما شفت احد. وكذي شفتني؟ هني انت قاعد على من جنبه؟ احنا نحتاج بعض ولازم نكون قوة واحدة. انتهى عالمنا الغزو حول صورة التنمية والتقدم. مبروك علينا الشراكة.